السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أتكلم معكم عن موضوع يتعلق بالري ولكن أيضا يتعلق بالزراعة في الأصايص. هني عندي هذه الجهنمية صار لها سنتين في هذه الأصيص، بديت ألاحظ علامات لازم ننتبه لها عشان نعرف إن هل هذه النبتة فيها مشكلة أم إن مجرد إن ما قاعد أروي صح. العلامات اللي لاحظتها إن لما أروي الماي الماي يوقف فوق بعدين يتسرب، ولكن النبتة أولا تجف بسرعة، الأصيص يجف بسرعة، وما أحس أن النبتة ترتوي بشكل جيد لما أرويها، على أن مثل ما تكلمنا في فيديو الري أرويها بعمق وأتأكد أن التربة تتشرب ماي وأسقي بكميات كبيرة من الماي إلى أن يطلع من فتحات الأصيص، ولكن مع ذلك على أن الجهنمية من النبتات اللي تقاوم الجفاف والعطش، لاحظت فيها كذا مرة أن لما أجيلها أشوفها ذبلانة وكذا، فلما نبتة مثل الجهنمية اللي تقاوم الجفاف والعطش تذبل أنا أعرف أن عندي مشكلة في الأصيص، فلازم أتفقد هذه، وأظن أنا أعرف شنو المشكلة ولكن راح أراويكم اللي أتكلم عنه. فمثل ما احنا شايفين الحين الأصيص جدا جاف، التربة بدأت شوي يعني تفتح عن الأصيص، بدأت تفتش عن الأصيص، ومثل ما احنا شايفين في تشقق في التربة، هي معناته جدا جافة. ولكن لاحظوا كيف لما أروي النبتة كيف الماي يكون، فنلاحظ أن الماي يوقف على سطح التربة، ما قاعد يتشرب بشكل جيد، يوقف على سطح التربة وشوي شوي يبتدي ينزل. التصريف فيه مشكلة، وأيضا راح أراويكم شيء ثاني اللي هو يبين لي إنه شنو المشكلة اللي موجودة عندي. النقطة الثانية اللي تبين لي إنه في مشكلة في الأصيص، نلاحظ كيف إن جذور النبتة طلعت من الأصيص، وهاي جذور ميتة لأن انكشفت، فهاي جذور ميتة، ولكن طالعة من تحت الأصيص، فهي طالعة من فتحات الأصيص. فالمشكلة اللي الحين أنا عارف إن عندي في هذه الجهنمية مثل ما ذكرت هي سنتين في هذه الأصيص، إن الجذور جدا التفت وخلاص ما في أي مجال لها إن تنمو، ومن كثر الجذور السعة اللي في الأصيص ما تكفيها، فتسحب الماء بشكل سريع جدا، فالنبتة مو قادرة تواصل في هذه الأصيص. فالحين أنا عندي حل من حلين. الحل الأول اللي هو إني ممكن أشيل النبتة من الأصيص وقص تقريبا ربع الى ثلث الجذور وارد ارجعها في الاصيص مع تربه تكون يعني تربه جديده، اخليها في اسفل الاصيص، فيكون في مجالنا الجذور ترد تنمو مره ثانيه. هذه حل واحد، ولكن اللي مو حاب يسوي هالشيء ومو حاب انه يقطع الجذور ومتخوف من هالعمليه ما في اي مشكله. الحل الثاني بكل بساطه انه اعطيها اصيص اكبر وتنمو فيه وتكمل نموها في هذه الأصيص، وهذه اللي أنا راح أسويه مجرد لأنه أسهل لي الصراحة، وعندي أصيص كبير خالي محطوط في كمية من التربة، فراح أستغله وراح أحط هذه الجهنمية لأنه حاب أواصل أخليها تكبر وأشكلها وتستمر في النمو. وجود كمية أكبر من التربة مثل ما بينا في تجربة حجم الأصيص على حجم النبتة، راح يطلع عندكم الرابط فوق، بينت ان ايضا ان وجود تربة اكثر يساعد، لان في تربة اكثر تحتفظ بكمية ماء اكبر، فالنبتة ما تجف بشكل اسرع. فراح انقلها الى اصيص اكبر وراح ابين لكم. فاول شيء راح اسويه قبل لا انزل النبتة في الاصيص اني راح اطلعها من الاصيص اللي هي فيه ونشوف الجذور اللي صايرة فيها. فمثل ما احنا شايفين فعلا النبتة جذورها مالية الأصيص وفعلا جافة، فاللي راح اسويه اول شيء اني راح شوي بس افتح الجذور من فوق وايضا من الاسفل، فمجرد راح شوي بس والحين في هذه المرحلة بس مجرد راح أحط كمية من الـ NPK الإفراز البطيء حوالين النبتة
هذا الشكل، فهذه راح يغذيها لمدة وراح أرد أملأ الأصيص. ما راح أغطي النبتة بشكل كبير، ولكن راح أغطي هذه الجذور السطحية على أساس ما أبغيها تجف وتموت. فمثل ما احنا شايفين في فرق جدا ملحوظ بين حجم ذاك الأصيص وذي الأصيص، فهذه راح يوفر حق النبتة مجال كبير أنها ترد تنمو وترد التوسع إن شاء الله، وترد تستعيد صحتها وطاقتها إن شاء الله. أنا أدري أن احنا تكلمنا كثير عن نقل النباتات ومن أصيص إلى أصيص، وهذا مو موضوع جديد، ولكن حبيت أبين لكم المشكلة اللي ممكن نشوفها ونلاحظها إذا احنا بدنا نلاحظ أنه على كثرة الماي اللي نرويه مجرد يطلع والنبتة تتم عطشانة وتبين عليها علامات العطش، لازم نتفقد النبتة من ناحية الجذور نسبة إلى حجم الأصيص. فهذا اللي أنا بغيت أركز عليه وحبيت أبين لكم، لأن هذا هو الأهم حاليا في هذه الفيديو، على أساس أنه ما نخسر نباتات الدائمة الغير موسمية من أشجار من ورود من غيرها، لأن إحنا مجرد أهملنا موضوع حجم الأصيص وحجم الجذور، فننتبه لهذا النقطة بس. فحبيت أبين لكم هذه النقطة. نقطة مهمة مثل ما إحنا دائما نقول أنه دائما لما ننقل نبتة لازم نرويها، ولكن مع أصيص بهذه الحجم أول شيء أتأكد منه أني أحط الأصيص في المكان اللي أبيه قبل لا أروي، لأن إذا رويته بشكل كامل راح يصير جدا ثقيل وراح يصير صعب علي أن أحركه، وممكن أسبب يعني ضرر أو إصابة حق نفسي في ظهري أو في أي شيء، يعني وأنا أشيل شيء ثقيل ممكن أعور نفسي. فأول شيء أنقله إلى المكان اللي أبيه وبعدين أروي، على أساس أن أتأكد أنه يكون أسهل علي ويكون في المكان اللي أبيه. فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو، على أنه بسيط ولكن في نقاط أحبت أوضحها لكم. وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.